إذا الزلزال الكارثي الذي وقع في تركيا وسوريا خسائر بشرية لا تقدر بثمن، وفي المقابل أيضا خسائر مادية كبيرة تطال الإنسان وساكني هذه المباني التي تضررت بشكل كبير جراء هذا الزلزال. نتحدث عن انهيار أكثر من 12 ألف مبنى جراء هذا الزلزال في تركيا وحدها. هذا العدد يقود إلى 1,050,000 مواطن من متضرري الزلازل يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة نتيجة لهذا الحادث المفجع المروع الكبير، وبالتالي تركيا تستعد لإطلاق أكبر عملية إسكان في تاريخها على الإطلاق حتى تستطيع أن تعيد إسكان هؤلاء الأشخاص وأن تعيد بناء ذلك. الرئيس التركي وعد بأن ذلك يحدث خلال عام، لكن نيويورك تايمز ذكرت بأن إعادة البناء قد يستغرق عقد من الزمان، تحدث عن 10 سنوات على أقل تقدير حسب وجهة النظر. هناك حملات إيقاف أيضا طالت بعض المقاولين الذين ثبت من خلال هذا الزلزال أنهم كانوا ليس على مستوى المقاييس والمعايير وضعف وتشييد المباني، وبالتالي حدث فيها انهيار أكثر منه صمود. 54.7% أكثر من نصف إجمالي المساكن التركية هي تحت مظلة التغطية الائتمانية، وهذه أخبار جيدة فيما يتعلق بتمويلها من جديد. إذن هذا هو المشهد العام في تركيا نتيجة لهذا الزلزال. حجم صندوق مجمع التأمين التركي ضد الحوادث نتحدث عن 1,220,000,000 دولار، وهو مبلغ لا يفي بحاجة هذا الدمار الهائل الذي لحق بهذه المباني. مجمع التأمين يحدد الحد الأقصى لمبلغ الضمان المقدم عند 34,000 دولار أيضا، وهو مبلغ بسيط قياسا على عملية إعادة البناء ربما وتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الزلزال فيما يتعلق بالمباني. هناك أيضا زلزال بقوة 6.7 درجة بذات المنطقة أدى لخسائر بلغت 600 مليون في 2020 قبل حدوث هذا الزلزال الكبير الواسع المدمر. اضطرابات في بعض مناطق تركيا كهاتاي يعني حتى تعيق عمليات الإنقاذ والإجلاء ربما قد تتطور في ظل المعاناة التي تعيشها هذه المنطقة.